كان حنا عندنا في قناه اجيج فهم انه ما كناش نقدروا نغوصوا في مواضيع تاريخيه لانها كبيره ومعقده بزاف وما خاص بزاف لي زيكسبير. الحمد لله تلاقينا مع نبيل مولين اللي هو مؤرخ تبارك الله عليه دكتور مؤرخ وضابط شغله، فبدينا مع هذه العمليه، بدينا مع هذا التفكير في البروجي ومع احنا خدامين وحنا البروجي غادي يكبر. خليط ما بين ما هو اكاديمي وما هو فني، انا كنمثل الجانب الفني ونبيل مولين كيمثل الجانب الاكاديمي، هو ملي كيعاود لي القصه انا كنشوفها كمتفرج كي غادي نوصل للجمهور القصه، وكاين احداث كثير ومتشبكه ومترابطه، كيفاش تلقى ذاك الاختصار المفيد اللي غادي يخلق واحد الفرجه فنيه وواحد القيمه تعليميه كبيره اللي غادي تفيد المشاهد.